بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا شيخ محمد سعيد نور هورنا واحد لي صحافة دا أنا بافين يا عيالان دلي وعفر لبويل يا لبقب دوت مقعيدة دانا عن هرو الشيخي أيا حدنا حد وحيقو سعري صحافة دا إن المرلا بعد كهد له قفت مرا واحد الشيء أو شيغتي إن إتهاي هو يدي عيال كدشين مثلا إن كهدلو أو غفتاسي عديو إن إسناهين هو يدي عيال كدشين أيان عدين يا وغضب ككوباد غضب كالباد وحن عدين يا أو أنكور بحنا يا هو يدي عيال كدشين ماشي أي كدم بيسين تدوينه يو كومنتية اللي بحنا يا نهدي يوغور وحن لا سوي الدين ياي هو يدي عيالك هذا الشيء حقيقة كذا بيسي أما يتهي تعيالك يدك حيستي أرنت أنا صفة فحسن يا رب إن شاء الله تعالى أنا نقول رموه ورك يجي هراء وحها ور ورك أو يعني كوبن بوها أو حن هروب شجني إن عيالنا لكسو أفطوبتي أما لكسو دعي الله سعانات وحن كلو شجني إن داد شفتاه أو نن يناغ أي سو أفتوبتين إنتا كبدا ما نانشيغين أرر ما نانشيغين هو ينا ما نانشيغين قبيل ما نانشيغين لكن هذا وحالي لمعالعون مغدونه ما داما قفتي عرورتا أفتوبتي أي سو هذا الشيء كان سو هذا الشيء بركم إذا بره بالشدة أو أنفل يوني عيلف ويكوتا الله أيضاً أي شيء إن إثيوبيا شوكتو هل كوا مسافة دير أي سهلين مركا وركاس أيان وحكا أورانيا أولاً قلادة الصحافة دا ورئيسك كقاضي ورئيس لما يستيران ما يسو قدبين قفت ورميسا مغال كيدا أي شاشة دا سو سارين لكن وحال الرئيسي اللايف إن مغال كيدا مغال كيدا يمغال كيدا الله هلو حديث اللوائي وحال الربي إن أي ويديان سبب تعيال كاي أصا أفطوبتي ما دام أي ترى أنا صور دعي دد لما دعي والا أفطوبتي حولها لا دعاية سبب تأي ترى وأنا صور دعي أوريهم أويدين واحد كلو شيكتي إن لعر عرر ريسو سبب تأي ولعر عرر ريسو ما أي ما أويدين أو أي أبيه عرور تدلي ما دام أي إيقرتي إن أنا هاي أبيه عرور تدلعي سبب تأي أباه عرور تقول عرر رئيس ما يشين. إن هدي عن موضوع أكسر دواء قطب ككوباد. إن إسلام ته هذا الشيء بره برشدة كهذا الشيء. شيء قطعي عرور تأينا هذا الشيء. هرت عرور تأيده ما يدلين. إسلام أنا نقول قبي شري. أما أن هدي رقبنا ما إله بان كما قال قفتها من قبه. عرورنا إيماي دالين أرنت أي شيء جيسا وحبك متشران أنا وحن شيء جي أو أنا أضياشي كلام وحن هرو شيء جي عرورته إلا سعانه ضلق الصقف طوبي أيضا أنا وين ناقر تي أنا جا أي عرورته دعي أي دور جور كل علسي دعي مركا إن عرورته سدعيهين وإسلوا فقسنا أنا يقفت عرورته لما رئيسنا يسولو رجال السنسا قضب كالباد وحنو شاقني إنكيني يلا لسو قلي عرورتا وقارسا لكيني نيروبي لكيني سباكي لقيي ملالوغل لقيي إيانا إنتي وين لقرتي إيانا إنتا صودن لمرتي قضب كا كوحيقا وحنو شاقني عرورتا إن قناعسي لقر هادين أيو أو وحاوي إيان قناعسي قنو سيابة بادن بو نغضا إيادونا وي قرتي إن عرورتا دادك وحكوه دي سنشرتي أو أي تاي عرور لغو توك سنة يو أو دادك لغو بري يو بينما عرور تاسي أي هايين عرور نولول في عن كن نول أو وحاويان حلقي أباها يو يوضو باي قعان تكو هايين أما أباها كليو قعان تكو هايي عرور نولول شو يو مارك تاي وحبر شو دو باي في عن تاي أي هايين ما أنت وحي كنتي إنكينيا للاو ريغو أو لغو توك سدو عرور تي عندالي تاسي نوان نصيب درو iyo waxa weeyaan ayaan daro ay keentay qof dadka caruurta la wareegayaan
وحنو شاقناي إن عرورتنا لكلا عراريو أيضنا وحي شاقتاي إن عرورتا هدبا ميل لولا عراريو أو أي نقلا عراريسو السبب أي نقلا عراريسونا ما أي شيقين إنتا كدب وحن عدينا يا قفتا هذا الشيء أما إسلامتا أما قفتا الضمرة برا بلشدك هذا الشيء تري عرورتا أنا دلي محمود سعيدنا نكي يقول أها وابين عرورتا ما أي دلين يدنا اسمنا نقانو وحوية إسلامتا سور كيدا لصوص ساري برا بلشدة حاسكي جماعي وحن كو عدين يا وقيران طبا السببات إنيسان حاسكي جياحين أرنت كوباد مقال كميش الله صو ساري معها قبل دي عرور تيد الشيء معه وامرك الله بعد حاس كي جوانا قين عد كيده أو عد كيده عدد ككلا إذا ما دحق ليه إسلام يعني وحوي إسلام تن عد كيده يو حاس كي عد كي سوا كلا جار عرب كيدو حوغا بو يرأت كا إسلام تيدا سيدان او كلومي هدلي جين عدد كيدين اوان هيا إسلام تيدا حلقا إلا نوليد ومركز صدحادة أنوغو حاس كيغا ما أنفورين فإيساب برد شامع بال إلهضا ولو بيت النشيغة تي ما أنفورين حاس كيغي باي أحيد سببتا إيغا ما غانتاينا دبان كشيغ دونا ومرك أفراد عرورتي ذا هو يدود حدي أي هايستو ما أي تراهدين عرورتا أنا صور دعي أنا قد دعبانو شاقناي تانينا دعي أي أي نالقرتي تاسنا وارين كالو عدين إيسا إن إيسا هو يدود هو يؤو أهين تاني عرورتا هو يدود وحان يعني رجينا يا عرورتا مقعيدا إن إيسا كبد ديشين تانينا وي كبد ديشين وعن رجينا إنه هو يدهد هذا المدى إلى شان سنة من الحسنة كله أي عرورته نغم مغنيد هو يدهنا نغم مغنيد إن هو يده أي مرء صاحد للهيد المدامة آيسا وحبق عن توقوهين سيدا أي يدو شاكتاي ونلوشو دا أي ليا بنتهاي آبيه هيق عن توقوه هي مصروف ينا أي كلا عرفتاي سيدا أي شاكتاي يدو وحن كلاو يعني عدينا ياه يعني حاس كيغا أو لورينشر فايس صبر شامع إن أيغا تشكيليين قال الله يلا هذا تكفير لا يلا هذا شامع تكفير لا يلا هذا أو ذاتك مسلمين تا قالوا ويغان أو أن الله سبحانه درس كأهين إن أي كحايستين أو أي لا تجين مال أي كل ما غيين إلى أي حد أن أنا قرنين iyadoo ay la maqan yihiin ayaa caruurta la aftuutay oo nin iyo yaani ma aragtay naag ayaa aftuutay sidaan warka ku helay ninkii marka waa la qabtay magaalada Garo waa lagu qabtay dabagal baa lagu sameeyay maamul goboleedka Puntland ayaa qabtay maxkamad baa la saaray kiiskaas waa ku cadaaday inuu caruurta aftuutay waliba xilligaas 8 ciyaal bay ahaayeen maxkamaddu way ku xukuntay ciyaalka inuu soo celiyo حتى يلبدي هو يو أو دالي اللبس سنة لغو حكومي العقنا حال لغو حكومي ننكاس المدوكة دي بو حكب حصدي حبسي سيدا اي دولة بوتي لان نوشاكتين بافين بادن بانو قلي وحانو صوه اللو كو قولي سني أفر عيالة وعروتي سيدي دا هيد كم دا انان دي بو صوه اللو ومقالة مقدشو كه اللو حافظ هروال لأي لادو يغل وقرين ايو يعني هو يدي عرور ترى شيء سيدي بيكون مقنتاي ور وحورا أو أن كهين نملة وعن كلو إذا لو ذاك يا أبيه دلي فيصبر أو حاس كي جاهيد إنه إلى باب فينا يو أو براها بالشدة ما أنت الحمد لله وكتشرو مقال يوم مقال السجوة ولو بقول دوان دين سي أو ذاكو الله نحرستان لنا هاي لكن مقال كيسا السجوة قبل دي سي يا عرورته أو وها وها السجا وما أو وها قبل دي سنة شانو قد دلعي السجا إلى بافنا يا أيام براها بالشدة صور دقيا أو مقال كيجان يعني وحوي يا كل حاجة أو أدري سندون تان سيدو كلا وح بعد دون إلى أها هو يدي دشاي فايسا بره أو يدون بعد دون كنا قلا قيب كشاي
waxaan aad ugu mahadcelinayaa reerka gaba ay ka dhalatay faayso bare oo ah reer habar jicla ah oo waxa weeye baha ah oo yaani roob suga ka sii ah mahad ballaaran baan u celinayaa qoyskaasi sida ay baadi doonka ay la galeen hooyada iyo yaani aabuhuba ee gabadha faayso dhalay ilaa iyo haddana baadi doonkii baan ku wada jirnaa hooyadu waxay dhawaan ii sheegtay inaysan meel ku ogeyn gabadheedii burcay degan tahay aabuhu burcu deganaa labaduba baadidoon bay ila galeen gabadhaas yacni jaan iyo cidhi meel ay dhigtay ma naqaano dhimatayaa noolayda hadday dhimatay waxaan leenahay allahu naxariisto haddii ay nooshahayna waxaan leenahay baadidoonka ha nagala qayb gasho hana soo hadasho oo saxaafadda ha ka soo hadasho waxa dhacani waa caruurteedii ay iyadu dhashay oo cadow haystaa waxaan sameeyey baafin badan oo baraha bulshada ah oo waxaan ka hadlay saxaafadaha Puntland waxaan ka hadlay Laascaanood waxaan ka hadlay Muqdisho meelo badan ayaan sanawaadka ay maqan yihiin ma aan fadhiisan oo ma hadhsan oo ma hadhgelin inta ayaan ka maqnaa qoladan haddaan ku soo noqonno jamaacada aan ka warramayno waa jamaaco ku caan baxday in ay dumarka ka haystaan inta ay tashkiiliyaan kana dhaadhiciyaan ninkeedu inuu gaal yahay hadduusan jamaacada soo raacin isla markaana waxay sameeyaan haweenta way guursadaan isagoo ninku qabo xaaraan iyo xalaal ma kala eegaan inta hadda aan garanayo oo raggooda rag markaa haween laga kaxaystay oo ama reer Muntilaan ah ama reer Sool ah yacni ma soo koobi karo haddaan israado hal la tiriyo waxaa ka mid a nin maxamed cali yuusuf la yidhaahdo oo reer qardhood ah 13 ciyaal ah iyo labadii xaas baa laga kaxaystay isagoo qardho jooga magaalada Muqdisho ceelasha la keenay gabdhihiisiina way guursadeen annagaa qabnay yidhaahdeen islamarkiiba xaasaskiisiina way guursadeen guurna ma aha yacni way xalaalaysteen shay ka xaaraana nin la yidhaahdo Maxamuud Maxamed Cali oo isaguna ah nin reer qardhooda 8 ciyaal ay ka kaxaysteen iyo labadii xaas waxa iyo hal xaas uu dhalay cafwan hal xaas uu qabay waxa baafin badan buu galay waxaa looga helay cadaado meesha la yidhaahdo ayaa loogu qabtay baafintii kadib booliska cadaado ayaa u qabtay nin kale oo reer Laascaanooda xaaskii uu qabay waa laga tashkiilsaday waxaa lay sheegay magaalada Nairobi in xaaskiisii nin kale ku qabo oo jamaacadu takfiir ka mid a marka waxyaalkaasoo dhan waa waxyaal akhdaa ah oo ay marka qoladaasi leeyihiin waxaan kaloo sheegay xaaskaygu inaysan yacni ma aragtay lug la'ayn laakiin tan waxaan sheegnay inay laangaro tahay oo dhutinayso caruurtaba sida naloo soo sheegay waxaan sheegay xaaskayga faayso bare in la odhan jiray tan caruurta wadatana waxaa lagu sheegay in magaceeda la yidhaahdo maadaama ay tuugsanayso wax badan baa la ogaan karaa Aasiya Yuusuf Islaan la yidhaahdo baa caruurta wadan jirtaa ilaa markaan baraha bulshada galay taana waa naloo soo sheegay waxa kale oo islaantan inay tahay islaan aan aqoon badan diintana u lahayn taasina ay diin u nasbo sheeganaysa waxay leedahay qaramada midoobay ee muslimiinta ah ee mu'miniinta ah waxaan ka codsanayaa inay ii gargaarto marka waxa weeyaan halkaa waxaad ka muuqataa inay tahay qoftaasi qof oo markaa yacni dhac u bareedhay oo tuuga ah annaguna waxaanu sheegnay nin iyo naag inay soo dhaceen ninka maxkamadda Puntland ay xukuntay maanta magaalada Nairobi buu joogaa baadidoonkiisa lagu jiraa warqadda xukunku waa kaa lagu xukumay oo maxkamadda Puntland ka soo baxday oo isaga lagu baafinayo hay-adaha xuquuqul insaanka laga codsanayo booliiska maanta meel kasta ay joogaan lagu raadinayo magacii soo saddexan baa halkaa ku yaal muuqaalkiisaanu haynaa booliiskan rabnaa laakiin inaan la wadaagno ma rabno inaan magaciisa iyo waxa weeyaan sawirkiisa muuqaalka baraha bulshada soo dhigno sidoo kale waxaan hayaa anigu xaaskayga muuqaalkeeda mana rabo inaan baraha bulshada soo dhigo laakiin tilmaamaha kale baafin marka la sameynayo waxaa daruuri ah qofka baafintiisa in la sheego inta ayaan jeclaa insha allahu tacala inaan ku soo koobo muuqaalka odaygara waa idinla wadaagaynaa maxamuud wuxuu qabay gabadh aan dhalay oo gabdhahayga ka mid ah afar ciyaal bay u dhashay sida uu iga qaco iska fog baan ku yidhi caruurta in sidaa doonayso anaa kaaga keenayay sidii sidaan u ogeyn gabadhii way baxday waa waayey dabadeed isagii baa ila soo hadlay wuxuu igu yidhi gabadhii
عروتي وي كايزت غير اي لغة بسينا ورغم حيو والبرعوكة برعوكة برعوكة واي يا الله ما يرانك رعوه واي بعدي قريكي وحو يقصون قضي نمباك حيستي عروتي ايه قبل ايبا لما دمروك بينك ويدي مذكره مدول ما فر عرورة لا كلا ايه افر سيدي عرورة لما دي دمر هاي سيدي عرورة طبعا كابا نمباك حيستي بيقولي لماذا كيكك حينيكك حيستين لماذا حيستين لكي ومرحضها ويش دعويني وين دعويني وغالغو حكومة كيم باليلي دادكن محكمة باسا حكومتي كيم باليلي دادكها على كل حال إلا ما عريد ساوى أركاسو برامي إلا ما أنت نكي وحتاقين هاي محيو طبنكا غفيو أفرناعن لريدي الله بلا دمار أني قلفتي محريد أنا إيران سيدنا الله يهوف وضعني ما تشيله إيران أي شوكتنا وكو عبد حينا وورك ما حيو سيدات كيسين لو كانوا أي حبول أنا ما سعون كانوا ريان بان حيمك وما سعوه ما يلا وسعون كانوا معي بافنتينا واسيدي وحان إذن لي هاي تدوينها كومنتيك كبل حيوات محد سنتهين هول كما دالو إن يعني ولي هاوشي واسيدي بان لنا يعني إن هاد هاوشي هالكي كوضان أو بعد ذلك نقلق قيب قادتان دولة كينيا وحن مرلا بات كعود سنينا دادكا توقد عرورتا كينيا كل شرا إن إن لسو قبتان وقعن قصيان وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوه حسن تادر وحا ضد بغن وحي سويدين مقال كاقه هوري إسلام تاد عدو مشهد كوغيد حقيق كوغيد عدو حاس كاقه عرورتا كورد شي عرورتا هوي دو دهيد هذا حاجة كوجودن بس مياد قبته مياد فرته ما هبدي مياد هو كلا تكتين عرورته ما يده هاي ستة وعيد بلهوش عاد يقول نقو إسلام تيدا وحيد شو كتير مقالة الله سبحانه بيجي دجنيد قري عن ليه هاي دجنيد كدمنا تشكيل بالجوس ميجي قلا ده التكفير كان كسر هذا يبقى تشكيليجي مر كان أجادي تشكيل كونه كسر هذا عرورتي أنا أيهيل بكودي دي إن أيهيل كمان ما ده أيهيل كبخت ويا غنان عرورتي أيه ديقلا أنا كل عضي وحوي ماله ولا نختار بان وجينا إننا فقدنا يبالا شيء هلي بكانو كانوا نسولك يكون يدا عرورتنا هلي بكمصي صا عرورتي وأمرك سير وس نقطة إسقابات كان إسقابنا هل كايو كي واحد تل هدي آدم قل هذا أنا كم ذا هاي أو راعي هدا هذا نل راعين وكاتجيا ما أنفرين هاد يعني جور هبي نما أبي قد قاضي سيدي بيلا يهدا إيجام قنت هاي أنا ملاين ما إن التأييده تي عرورته كسر نقطتي أفطوبتي ما دام يحد هويني كل شيء جنا الصبح. مرك حلي جاهر عرورته عليك عجتكتي. عرورته أنا عجتكتي يدا كلي عجت دقاقضي أبه إذا الله حضلي ويديه مالي شرط ما غنبو يري مرك وحويان هو يدا إذا الله حضلي دتك وذبان ويديه مال الله مال كده بيس ما جرى مرك دم حنو جاني إن التكفير راعضي. سيدي بين إلهي حتى وقوم غنتها وأنا حاس كي يقوم ما أنفرين قلت أن هذا عرورتين أفضل بتاعت كتو ميسي مركا ما إسلاقي يجي با تكفير كي بامسوا قلت هذا قلت أس إن التكفير كي يهين أو قلية كم إذا لاما كم إذا مدام إدتك أفضلتان إن إيادة عرورته أفضلين أو إيادة أحيان واسور تقل إن إدتك ليهين واسور تقل لكن وحال الله شاكي هواني حجابا أو قابا أو دوتين إيسا إن عرورته كين يلا سوق الشيء أوقاب كي يعني حافظها التكفير كان والله وش شيء هو يدي دشينا ما أها وتنهض لي ساعة وحيلا ذا هي أنا جا أنا جا يا مركع عرورته دلالي تي دشينا ما تاسا ينعدين كره